حد مثبتك بالمسدس في مسافة بينك وبينه بالشكل ده، إيدي الاتنين هيطلعوا مع بعض ياخدوا مسدس بعيد بعيد عني خالص أنا، بس كل ده في جزء من الثانية. إيدي الاتنين بيطلعوا بالشكل ده أهو، الإيد اليمين ماسكة القبض والإيد الشمال ماسكة المسدس، وأنا برجع لورا بغير الاتجاه، أنا ما بسحبش المسدس عليها بالشكل ده، وأنا برجع لورا خطوة يعني أنا كده أهو برجع لورا، وانا بسحب بقى بغير الاتجاه، ايدي دي بتضغط من هنا اهو والايد ديت بتضغط للناحيه دي عشان نحل الاعصاب بتاعت ايدي، نسحب السحبه دي باقصى، اهم حاجه تختار التوقيت الصح في تنفيذ الحركه.